وإلى جولة في الملاعب العالمية. تختتم في 10:45 من مساء اليوم مباريات الذهاب لدور 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا لأول مرة على إشبيلية الإسباني، حيث لم يلتقي الفريقان في أي بطولة دولية من قبل. ويواجه فريق روما الإيطالي فريق شختار دونيستك الأوكراني على ملعب الأخير، ويسعى روما للثأر من الفريق الأوكراني الذي أطاح به من الدوري ثمن النهائي لنسخة 2010-2011. أكد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي أن فريقه استحق الفوز في مباراة أمس أمام برشلونة في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وقال كونتي في تصريحات عقب المباراة أن لاعبي البلاوز قدموا مباراة جيدة وبذلوا جهدا كبيرا واستحقوا الفوز، مشددا أن فريقه دفع ثمن الخطأ الوحيد الذي ارتكبه لاعبوه خلال المباراة أمام فريق برشلونة الذي حسب وصفه لا يجب أن تخطئ أمامه. وأضاف كونتي أن مباراة العودة لن تكون سهلة على الإطلاق، وأن تشيلسي يجب أن يكون مستعدا للمعاناة أمام الفريق الكتالوني. اعتبر أرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أن نتيجة مواجهة تشيلسي بملعب ستانفورد بريدج إيجابية، مؤكدا أن التعادل مع تشيلسي مهم لكنه ليس حاسما. وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: كانت المباراة صراعا بين طريقتين وفريقين مختلفين للغاية، كنا نريد الاستحواذ على الكرة وكانوا يحاولون مباغتتنا بالمرتدات وغابت عنا. وأضاف: الدقة في اللمسة الأخيرة، دفعوا بشكل جيد في الشوط الأول وكانت هناك الكثير من الحركة بالقرب من منطقة جزائهم بعدد كبير من اللاعبين، وفي الشوط الثاني حين سيطرنا على مجريات الأمور سجلوها. استبعد المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان كل من الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو وحارس المرمى الكوستاريكي نافاز من قائمة الفريق التي ستواجه ليغانس مساء اليوم على ملعب بوتركي في مباراة مؤجلة من الجولة 16 للليغا. وراهن زيدان على سياسة تناوب بين اللاعبين وإراحة نجوم الملكي رغم الإصابات التي يعاني منها عدد من اللاعبين الأساسيين كمارسيلو ولوكا مودريتش وتوني كروس، وكذلك خيسوس فايخو الذي يقترب من التعافي من إصابته العضلية والعودة للملاعب. وكان كروس قد أصيب خلال مباراة دوري الأبطال الأخيرة أمام باريس سان جيرمان، بينما أدى الإنهاك البدني لكثرة عدد المباريات إلى إصابة البرازيلي مارسيلو والكرواتي مودريتش عضلياً.